بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة نمبر سي، ودي طبعا لازم تكون قبل كده شفت محاضرة A ومحاضرة B في نفس التايتلز بايبولار جانكشن ترانزستور. المحاضرة دي هنتعرف بقى على الايدل ترانزستور اناليسيس، وبنحاول نربط العلاقة بين الكاريرز والبولاريتي بوتنشالز، اللي هي اي بمعنى ان احنا بنحاول نوصل ل قول معايا بنحاول نوصل للاي في كاركترستيك. طبعا المعادلات اللي فاتت كلها كانت معادلات من الدرجه الثانيه وعايزه تتحل، والحلها هيجيب لي فعلا الكارير ديستريبيوشن ديو تو ذا فولتج. هنا نفس الكلام بقى، هنبتدي نتكلم عن الديفيوجن كارنت زي ما انتوا عارفين العلاقه دي، وهنا برضو الديفيوجن كارنت في الكوليكتورز، وهنا الديفيوجن كارنت اللي ناتج من في البيز في الاي بي والاي ان والاي والالكترون في الاميتر والالكترون في الكوليكتورز والهورز في الاميتر والهورز في الكوليكتور. ماشي كده، اتمنى ان الامور دي تبقى واضحه. ات اكس ايكوال تو 0، ات اكس داش ايكوال تو 0، ات اكس ده كل ده عند حوالين البيز ريجونز عند اكس ايكوال تو دبليو بعد الديفيوجنز، بعد ما يحصل بعد افتر ديبليشن ريجونز على طول. اتمنى ان الموضوع تكون مفهوم، ان انا كده ربطت دلوقتي التغير في الكونسنتريشن مع الكرنت، وقبل كده ربطنا التغير في الكونسنتريشن مع التيرمينال فولتج. يبقى انا في حقيقه الامر انا ربطت دلوقتي اللي لو قدرت انا احل الايكويشنز ديت عند الباوندري كونديشنز اللي موجوده ديت في اللحظه ديت، هقدر اربط الكارنت بمين؟ بالفولت، وهو دي ما يسمى بالاي في كاركترستيك للبايبولر جانكشن ترانزستور. طيب اظن واضحه العلاقة. لو جبت الاي اي جبت الاي بيز اي سي بالعلاقات اللي فوق دي، وان المحاضرة اللي فاتت او محاضرة نمبر بي قدرت اربط الكونسنتريشن اللي هو الدلتا ان اي والدلتا ان سي والدلتا دلتا بي بي والدلتا بي بي مع البولاريتي بوتنشالز، يبقى قدرت اربط الكرنت مع مين؟ مع التيرمينال فولتج، وهي دي ما يسمى بالاي في كاركترستيك. لو دخلت جوه الاميتر ريجونز هبتدي برضو هبدا نفس الكلام اهوت، وابتدي احصل على ده الجنرال سوليوشنز. طبعا ده ال اي اللي هو اللايف لينس، يعني او اللينس اللي عنده الكونسنتريشن ال اي ماينس 1. الباوندري كونديشن زي ما احنا شايفينها كده بالظبط. تمام، اتمنى انها تكون واضحه من المحاضره اللي فاتت. اللي مش قادر يوضحها او مش قادر يفهمها يبتدي يعني يبتدي يبص على المحاضره اللي فاتت او نمبر بي، يعني اقصد يعني محاضره نمبر بي. خلي بالك من تدخول المعادله دي والمعادله دي اللي تديني المعادله اللي في النهايه ديت عند اكس دبل داش، عند سيرتن اكس دبل داش كفانكشن في الاكس دبل داش. واضح؟ هنا ده القيمة ال N E نوت حطها هنا ال N E نوت، طبعا هنا او ال A 1 ال A 1 E اس ماينس X دبل تريبل داش على ال L E من 0 ل X دبل داش، يعني ده X دبل داش هنا ب 0 كده في الفاكتورز ده، وبالتالي المعادلة دي كده ابروكسيميتلي تقريبا صحيحة في الاميتر ريجونز. خلي بالك ان انا في المحاضره في السلايس اللي فات بالظبط اهيت جبت علاقه بين دي الاي، وبالتالي انا هنا يبقى ذكرها تاني الراجل او قال ان انت لو دخلت المعادله ديت جبتها علاقه مع الاكس وفضلت هحصل على التيار دايركت الاي اي ان. تاني انا هنا بالمعادلة ديت اهي اللي هي نفس المعادلة في السلايدز اللي قبل اللي فاتت، وجبت حليت الايكويشنز دي كده لغاية ما وصلت للنقطة دي، هعوض في المعادلة دي احصل على الاي ان از ا فانكشن اوف
ال في اي بي وعند الاكس دبل داش ايكوال تو زيرو، وهنا داله في الاكس دبل داش. اتمنى ان الموضوع ده يكون موضوع واضح، لان هنا بالشكل ده انا قدرت هربط هنا دلوقتي الاي اي ان كفانكشن من الفي اي ان، تمام؟ وبالتالي انا حصلت على الاي بي ايكويشن. ولو انت ملاحظ خلاص كده انا وصلت للي انا عايزه الاي اي ان، ولو جبت الاي اي بي، لو جبت الاي هبتدي احصل على اخش على الكوليكتور ريجون بنفس الكيفيه واحصل على سوليوشنز واحصل على الكرنتس. اتمنى ان انا كده اكون واضح. يعني انا جبت دلوقتي الاي اي ان والاي سي ان والتوتال كرنت كومبوننت ابيليتي، وهجمع التوتال كرنت مع بعضها زي ما شفنا في المحاضره نمبر بي، ان كل يعني الاميتر ريجون مجموعه من التو كرنت ناتج من المينورتي كارير والماجورتي كارير. الكوليكتور نفس الكلام، الهولز البيز ريجونز نفس الموضوع، في ريكومباينيشن في اربعه كومبوننت من الكرنت. فلو جبت الاربعه كومبوننت من الكرنت خلاص اوكي، بس ربطتهم مع التيرمينال فولتج يبقى انا كده حصلت على الجنكشن. اتمنى ان الامور دي تكون واضحه. كذلك البيز ريجونز ابتديت اهوت احصل بقى، طبعا هنا هتلاقي هنا اربعه كومبوننت عندي الكرنت اللي هاتج هنا. طبعا حل بسيط جدا، بادئ من الديفيوجن ايكويشنز دي اللي احنا قلناها، وابتدى يوصل لغايه ما حصل على الدلتا اي بي او الاي بيز بمعنى تاني از ا فانكشن اوف التيرمينال فولتج والديستانس. البيز ريجون طبعا هاي ساين شي اكس بتساوي اي اس اكس على ناقص اي اس ناقص اكس على 2، هيبتدي يعوض عنها ماثيماتيكال بروسيس بقى، خلاص بقت رياضه، خلاص انتهت الرياضة. بس انت عارف لها فيزيكال مينينج او لها معنى او لها تارجت انا برمي ليه. البيز ريجون ساينس ابتدى يحصل على الاي بي والاي سي بي، وابتدى يحصل على البيز ريجون كارنتس. اوكي، اتمنى ان انا اكون كده الناس ما تهتش مني. نهايه خالص، عايز نرجع تاني بسرعه كده سريعه. اهيت ادي منطقه البيز، ادي منطقه الكوليكتور، ادي منطقه الكوليكتور، طلع من الايكويشنز، حل الايكويشنز عند الباوندري كونديشن، طلع الاي سي ان. نفس الكلام بالنسبه للبيز، من نفس المعادله تقريبا وصل لغايه عمل لها شويه ماثيماتيكال مانيبيوليشنز، حولها ساينش اكس على اكس او ساينش كداله في اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس، وابتدى يطلع البيز ريجون كارنت، تمام؟ وهيبتدي هنا يقول بقى التيرمينال كارنتس بيساوي كام؟ الاي اي ان بيساوي، الاي اي بيساوي، الاي سي بيساوي، الاي بيز بيساوي، اي اي ناقص اي سي، اوكي؟ وراح حاطط الايكويشنز بتاعتي وابتدى يحصل على نت ايكويشن. انا كل في النهايه خالص انا الدبليو والال بي والدايمنشنز وكل ده كونستنت، تعتبر كونستنت. كل اللي بيتغير عندي هو الفولتج ترمينولوجي، يبقى كل الكونستانت هجيبها في يعني دي كلها او المعادله دي كل كده كده تعتبر كونستانت. سميها زي ما تسميها بقى، دي سمي دي زي ما تسميها، سميها اي سي اي اس اي، ده كل ده كونستانت. الكيو والاي والدي اي والال اي والان اي نوت والدي بي والال بي والدي بي، كل كوشاين دبليو الدبليو نفسه كمان كونستانت، وبالتالي كل ده كونستانت. اي اس نوت مثلا او اي 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 اس اي سميها زي ما تسميها، انا ما اعرفش هو مسميها ايه، بس في النهايه خالص اي اس كيو في 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 ام متر بيز على الكي تي اللي هي الفي اي بي على الكي تي ناقص واحد، نفس الكلام نفس الكلام. وبالتالي هجيب هنا الاي بيز من هيطرح الاثنين من بعض. طبعا كل ده اللي مخوفك ده كونستانت كونستانت، وبالتالي دي ما تخوفكش ولا اي حاجه. في النهايه خلاص هتطلع الايكويشن سمبليفايد ريليشنز. طبعا هنا يوزنج ابتدى يعمل نوع من انواع الابروكسيميشنز ويحل لو لينير، وابتدي الكيرف هيبقى شكله ايه. لكن اتمنى ان تكون يعني انت او حضرتك ابتدى يجيب كونستانت اهوت ويقول لي الالفا ترانسبوز بتساوي كام، والاميتر كوفيشنز هيساوي كام من الكونستانت دي اللي هي تمثل الديفيوجن كونستانت والدوبنج والدايمنشنز اللي محتفظ بيها اللي انا مصنع بيها الترانزستور.
الاميتر كارنت ابتدى يتكلم برضه. هنتكلم تاني نفس السيناريو، لو انا الديجرديشن ابتدى ده هنا، ابتدى ده عند الهولز، ابتدى ده يزيد دلتا اي ان، هيحصل ديفيوجنز اند سو اون اند سو اون. في النهايه خالص لو انت بصيت للمعادله اي اس اي اس كذا، صح؟ اي اس ده بيساوي كام؟ ممكن تجيبه من المعادله اللي فوق، يعني ممكن تجيب الاي اس ده من المعادله اللي فوق. المعادله دي اهي اي اي بتساوي حاجه اهو، ادي الاي اس، ادي الاي اس اي اس بي بيز امتر، تمام كده يا فندم؟ يبقى وبالتالي انا لو انا اخدت السلايدز دي ورا السلايدز دي على طول، هيقول لي ان الاي اس ده اي اس بي بيز امتر ناقص على الفي تي. اقدر اجيب الاي اس طبعا، طلع البيتا ار وعمل نوع من انواع التوزيع الجديده للايكويشنز، وسمى المودلز ده ايبرز مول مودلز، ذا موديلنج باي بولر ذا ايبر مول مودلز. الايبر مول مودلز هو ده المودلز اللي بيوصف الاي سي والاي اي والاي بيز از ا فانكشن اوف في بيز اميتر والفي بيز كولكتور وبعض البارامتر اللي هي تعتبر كاركترستيك او كاركترستيك بارامترز اوف ترانزستور، زي البيتا وزي الالفا والبيتا ار او الفورورد كارنت جين والريفرس كارنت جين. يعني ده بيسموه الريفرس كارنت جين وده بيسموه الفورورد كارنت جين. لو طرحت الاي اي من الاي سي هتديك المعدل اللي تحت الاي بي، منتهى السهوله يعني، ما فيهاش قلق. ده بقى موديل بتاع الترانزستور، ان هنا الفا 1 من الاي سي ودي الفا ان من الاي اي. ما احنا قلنا الكومبوننت يعني الدنيا مش 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 اتجاه واحد بس، في اتجاهين، اتجاه ماجوريتي كارير واتجاه مينوريتي كارير. فدي الفا ان من الاي اي، واللي هو عبر عمل موديل ايكويشن الاي سي بيساوي كام يا جماعه؟ اي اس في في بيز امتر. خلينا في الاي اي الاول، الاي اي بتساوي الاي اس في الفي اي بيز امتر، ده عباره عن دايود صح؟ اهو دايود اهو. طب وده اي اس في الفي بيس كوليكتور على الفي تي، يعني التيار ده يعتمد على الفولت اللي هنا، وبالتالي بنسميه كارنت سورس، عملوا كارنت سورس الفا 1 اي سي اند سو وهكذا. وده بنسميه الايبرز مول موديل، وهو ده الموديل الجنرال موديل اللي نقدر يوصف التيرمينالز كارنتس اي 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 سي اي بيز از ا فانكشن اوف في بيز اميتر وبعض الكونستانت زي الاي اس اللي احنا نقدر نجيب الفاليوز بتاعته كام، والبيتا اف نقدر نجيب زي ما جبنا في السلايدز اللي فاتت، والبيتا فورورد او الالفا والاميتر افشنسي اللي هي الجاما. طيب يبقى انا عندي دلوقتي من المودلز ده عندي حاجات كونستانت زي الاي اس، بيتا فورورد وبيتا ريفيرس، والفا فورورد والفا ريفيرس اللي هي الالفا ترانسبوز، والجاما اللي هي الاميتر كوفيشنسي. دي بارامتر داله في حاجات ثابته جوه الترانزستور زي الدوبنج الدايمنشنز. ايه تاني؟ الدوبنج الدايمنشنز، اعتقد ما فيش حاجه تاني، الدوبنج والدايمنشن وطريقه التصنيع وظروف التصنيع. وبعد كده في الكرنت دال في التيرمينال فولتج، يعني الفولت لو زاد التيار هيحصل فيه ايه. انما دي كونستانت الاي اس والبيتا اف والبيتا ار، لازم دي تكون موجوده في الداتا شيت بتاع الترانزستور، وده طبعا المانيفاكتشر هو اللي بيديها لك، ما فيش حد بيديك هذه الكومبوننت غير ان من صنع هذا الترانزستور. اعتقد ان احنا كده قدرنا نحصل على موديل كامل، موديل كامل للترانزستور. اتمنى ان احنا نكون فاهمينه، وان احنا نكون واعيين، ان احنا نكون على قدر ان احنا نستخدمه. واتمنى ان احنا ننتقل للمحاضرة نمبر دي عشان